سيدنا ملي لوباد رب المملكة قراراتك كلها كانت صايبة، وجايينك القصر المحمدية أكبر دليل على هذا. على خاطر كيما في الشطرنج سيدنا، كيموت الملك يوفى الطرح، وانت سيدنا الله لا يقدر له كان تصير لك حاجة، احنا شكون بينا؟ نعرف يا احمد نعرف، اما شبيك تقولي في الكلام هذا يا تو؟ وش بي وجهك مش عاجبني؟ كيف قلت لك سيدنا، على خاطر في الحالة الاختيارة هذه انت ما خليت حتى مجال للمغامرة، حتى ولادك سيدنا لحمك ودمك ما جبتهمش معاك، على خاطر لو كانوا باي يسطلهم ممكن يتسبب لك في العدوى. انت قدوتك سيدنا سيدنا ابراهيم عليه السلام. ما بعد شيء على بعضه يا احمد، ان شاء الله ربي يكون راضي عليا على اللي عملته. ان شاء الله كل وليدي توحشته، زعما نجمش نجيبهم بحذايا من غيرك اللفعه امهم. شبيك يا احمد؟ سيدنا ولادك ما عادش تنجم تجيبهم بحذاك. عليه شفم تتكلم يا احمد؟ سيدنا ولادك صاروا الدواء من لنا، هما توام لايك بحلى مولاهم الله يرحمهم.